اقتصاد جديد مبني على ركائز متينة والسعي إلى التخلص الفعلي من التبعية للمحروقات أبرز ما ناقشه الحاضرون بقصر المؤتمرات في الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي. الأبواب مفتوحة، البنوك مفتوحة، ورانا خصصنا امتدادا لهذا الاجتماع وهذا اللقاء من نهاية السنة 2020 1900 مليار دينار اللي يحب يستثمر. البنك يسلفك، ولكن لك أن تتوفر فيك الشروط نتاع الاقتصاد الجديد، مش اقتصاد الريع، مش اقتصاد تاع الربح السهل. الحديث عن خطة للإنعاش الاقتصادي ليس وليد اليوم، لكن الفرق هذه المرة يكمن في وجود إرادة سياسية وظرف لا يسمح بتضييع الفرصة. بالنسبة للاستراتيجية الجزائرية دو شوا بوليتيك، يعني اختيار سياسي، فإما أن نكون دولة رأسمالية أو دولة اشتراكية أو دولة هجينة، يعني نصف اشتراكي ونصف الآن الخطاب نتاع الرئيس ما ناش رأسماليين الأوليغارشية، لا نمط الاشتراكي لا، وإنما هو نمط هجين ما بين القطاع الخاص والقطاع العام يكمل بعض بعض. الرقمنة أحد رهانات الحكومة للقضاء على البيروقراطية وتقليص فاتورة الاستيراد مع التوجه أكثر نحو الأسواق الإفريقية وإنشاء بنوك في الخارج. الرئيس عطل توجيه للاقتصاد الوطني، أعاد يعني مكان للقطاع الخاص الوطني، أعاد الثقة للبنوك للإدارات، لكن ننتظر أن يتطبق ميدانيا. تقلبات أسعار النفط ومخلفات أزمة كورونا مؤشرات توحي بأن الدولة مجبرة على الاستغلال الأمثل لطاقتها البشرية ومواردها الطبيعية لبناء اقتصاد متنوع.